أهلا بكم من جديد مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج حدث ولا حرج. نتحدث فيه اليوم عن المثلية الجنسية في العالم العربي. ماذا يعني أن تكون مثليا في العالم العربي؟ وللحديث عن الموضوع أذكر معنا من بيروت بيرتو مقصو، ناشط في مجال حقوق الإنسان. من القاهرة عزة سلطان، ناشطة في جمعية بداية. من بروكسل يحيى زايدي، مسؤول المنطقة الأفريقية في منظمة إلجا. وفي الاستوديو معنا فاطمة طالبة، سعودية مقيمة في باريس. سنتوجه الآن إلى القاهرة. من هناك أذكر معنا عزة سلطان. عزة، العديد من الناس يعني خلال إعدادي لهذا البرنامج والحديث مع بعض الزملاء والأصدقاء، يعني قيل لي مثلي يعني غير مسلم. يعني العديد من الناس يظنون بأن الإسلام والمثلية الجنسية لا يتماشان أبدا. أنت اكتشفتي عكس ذلك. نعم، الحقيقة هنالك انطباع خاطئ لدى الكثير من الناس أن المثلية الجنسية هي مرفوضة وهي حرام في الأديان عامة بشكل عام وفي الإسلام. توفرت لي التجربة الحقيقة أنه أقرأ يعني في كثير من الكتب وأجلس مع كثير من الناس ما فيهم المثليين موجودين يعني، ويكون نشاطات كثيرة جدا ولهم إنتاج معرفي كبير جدا في هذا الموضوع. خلاصة الأمر والشيء الذي توصلت إليه أن معظم الناس بالذات في عالمنا يعني العربي والعالم الإسلامي يتخذون من بعض الآيات التي تتحدث تحديدا عن قصة قوم لوط وقصة مدينتي سدوم وعمورة، وهي قصة تتحدث بالأساس عن مجموعات من الناس كانوا يقومون باغتصاب وقطع الطريق وقتل الناس، ويعني أشياء هي أصلا يعني يندى لها الجبين يعني من ناحية إنسانية. نعم. واستخدم هذا الموضوع يعني تم تأويله اجتماعيا في مجتمعاتنا على أساس أن هذه الآيات تتحدث عن المثلية الجنسية وتحرمها، وهذا يعني شيء ليس له أي أساس من الصحة لأي دارس في التاريخ وفي الجيولوجيا وفي العلوم الاجتماعية. نعم، هل تسمعينني؟ نعم. نعم، إذا لماذا يعني يعني ربما ليس فقط الإسلام ولكن حتى كل الديانات السماوية ترفض المثلية الجنسية؟ هل هو شيء ديني فعلا أم اجتماعي ربما أو ثقافي؟ أنا من وجهة نظري الشخصية أعتقد أن الأمر له علاقة يعني بقيم اجتماعية. القيم الاجتماعية التي تتبنى يعني ثقافة ذكورية ضاربة في الأصول في جميع مجتمعاتنا، مش بس المجتمعات العربية ولا المجتمعات المنطقة، يعني على مستوى العالم هنالك ثقافة ذكورية ترى في الذكر والصفات الذكورية والأدوار الاجتماعية للذكور هي شيء في المقام الأعلى، وترى في النساء والأنثى وكل ما هو أنثوي شيء يعني مهين وفيه حط للكرامة، وبالتالي لأن هذه هي الرؤية الثقافية والاجتماعية لهذا الموضوع فقد تم تأويل النصوص الدينية باعتبارها نصوص مقدسة الجميع سوف يعني ينصاع إليها وسوف يحترمها وإلى آخره، فتم تقديس هذه الرؤية التي أعتقد أنها رؤية اجتماعية ورؤية ثقافية بحتة. نعم، بمعنى أنه إذا مارس الرجل الجنس مع رجل آخر فهو بمثابة امرأة، هذا المزعج يعني في الموضوع؟ نعم نعم، والمرأة التي تمارس الجنس مع امرأة أخرى هي امرأة تحاول أن ترتقي بشأنها، هي أصلا في مكانة يعني منحطة وهي تحاول أن ترتقي بالشأن تشبه بالذكر. نعم، ربما فاطمة لا تشاركك هذا الرأي. في الحقيقة أنا لا أتفق من ناحية أن الرفض المثلية قادم من القيم الاجتماعية. لو نأتي إلى العالم العربي نجد أن القيم الاجتماعية مستمدة من القيم الدينية من النصوص الدينية، فبرأيي أنا أن سبب الرفض الاجتماعي قادم من النصوص الدينية والقرآن والسنة، وذلك تم رفض المثلية. أما بالنسبة رأيي
الشخصي بالنسبة لماذا تم رفض المثلية بالنسبة للمرأة مرأتين أو بالنسبة رجلين، فذلك بسبب أن النصوص الدينية تقوم وتقول أن الفطرة أي أن الإنسانية هي بين رجل ومرأة، فلذلك تم الرفض. يعني ممكن من وجهة نظر أو من حديث من فكرة مصغرة هي يتم الرفض لأن الرجل يقوم بدور المرأة ولأن المرأة تقوم بدور الرجل، لكن برأيي الشخصي هي بسبب أن الفطرة والتي تم الترويج إليها من النصوص الدينية هي فطرة بين الرجل والمرأة، فلذلك تم الرفض من هذه الناحية. عسر ما يعني ما تقولين لا يتناقض مع ما تقوله فاطمة. عزة؟ انا اعتقد ان يعني تاويل النصوص الدينيه، النص هو كلمه مقدسه وعندما يتنزل الينا نفهمه نحن بناء على الصياغه الاجتماعي والثقافي الذي نعيش فيه. فاعطيك مثال بسيط جدا، يعني احدى الايات التي تتحدث على سبيل المثال واذا النجوم طمست. إذا رجعنا مثلا لكتب التفسير القديمة أمثال ابن كثير، نجد مثلا على سبيل المثال ابن كثير يشرح هذه الآية بأنه إذا جاء بالنجم وقطف في ماء البحر. ابن كثير لم تكن له المعرفة العلمية الكافية ليفهم أن النجم أكبر من الأرض بمئات المرات وليس فقط البحر، وبالتالي هو يعني موضوع تأويل النصوص بشكل قاطع له علاقة بمعرفتنا، خلفيتنا المعرفية والثقافية والاجتماعية. أنا أصر أن التحريم الموجود في النصوص هو الذي دفع بالكثيرين ليكونوا ضد المثليين، ولكن الأساس الذي يستخدمه الناس هو أساس اجتماعي وثقافي لتأويل هذه النصوص المقدسة. يعني على أي حال على أساس هذا التقويل كما تقولين يجرم أو تجرم المثلية في معظم الدول العربية والإسلامية. سنتحول الآن إلى يحيى شاب إذن وناشط جزائري. يحيى أنت الآن ومنذ سنوات مقيم وناشط في بروكسل، كنت ناشط كذلك في الجزائر خاصة في مجال التوعية حول مرض الإيدز، ولكن يعني تم تهديدك فرحلت. أخبرنا. نظن أنه ككل الأغلبية على الناشطين ولا في اللي كاين في المنطقة وعلى هذيك اليوم ما عندكش ناس كثيرة اللي تقدر تتكلم تظهر بوجهها على الشاشة على كل الخطورة اللي كاين في هذا الشيء. نظن فوالا العزة راهي من الناشطات اللي راهم يعملوا اشياء كثيره في بين مصر والسودان وفي المنطقه كلها من مده، وفي نفس الوقت لليوم ما تقدرش انها توجه تظهر بالوجه تاعها، وهذا اسف لينا. كاين هنايا كاين شيئين، كاين شيء انك تكون مثلي وشيء ثاني انك تكون ناشط لحقوق المثليين اللي هو شيء يلا تكون مثلي محرم ديجا قانونيا وشرعيا في المنطقة كلها، وزيدي انك تحاولي انك الاخر يعني ترجع ترويج للانحراف والرديلة والاشياء كما هادية دائما بالاشياء السلبية. ولكن لو كان نروحوا برك نزوروا شويه الدستور الجزائري وين الاسم ما عنديش بالاخر الفيرسيون بالعربيه، ولكن يقول انه كل المواطنين عندهم نفس الحقوق وما لازمش تكون عليهم اي من دون تمييز، كل المواطنين نعم متساويين امام القانون، وحددوها يعني بدون تمييز على سبب الجنس والعرق والعرق والاوبينيون والراي
أه؟ نعم وتو توتر كونديسيون او سيركونستانس بيرسونيل او سوسيال، نعم يعني او اي فرق اجتماعي او شخصي اخر او اي ظرف اجتماعي فلنقل او شخصي. اكزاكت دونك هذه في الاخر تعطي الحق لكل المواطنين في الجزائر انهم يمارسوا حقهم في المواطنه في كل شيء. لكن على ارض الواقع هناك قانون يجرم المثليه. كاين قانونين جرمو، كاين القانون الاول اللي هو 333 واللي هو المستعمل غالبا اللي كل مثلي على المراوده في المكان العمومي. نعم. وهذا هو اللي يستعملوه خاصة، وهو من المفروض من العقوبة تاعو بالسجن من شهرين إلى سنتين. وإذا كان كاين الفقرة الثانية اللي تقول أنه إذا كانت هذه المراودة بين شخصين من نفس الجنس العقوبة تكون بالسجن من 6 شهور إلى 3 سنوات. نعم هي وضحت الفكرة، وسنخصص حلقة أخرى للحديث عن كيفية حماية المثليين في الدول.